طبعا الكابتن ابو مسلم يعني لما في نقلته من مزارع دينا للنادي الاهلي كان اضافه كويسه جدا، كان في كباك ليفت وكان مميز جدا، وهو كان لعيب دولي حتى من قبل ما ينضم للنادي الاهلي. فلما انضم للنادي الاهلي كان يعني اداء مميز جدا جدا جدا، وطبعا بعد كده احترف اعتقد في ستراسبورج، يعني كان ليه تجربه احترافيه ممتازه جدا، وهو طبعا تاريخه كويس حافل من فتره الناشئين مع كابتن شوقي غريب في المنتخب الجيل الذهبي دول. هو لعيب صراحة أنا أفتكر أنه لعيب كان كويس يعني، وكان له مهارات يعني مميز، كان مميز في الفريق بتاعه. وأفتكر أنه هو برضو كان خد مع شوقي غريب خد تالت عالم تقريبا، أفتكر صح تمام كده، كأس العالم الشباب. La toca en el espacio para Abu Muslim, el centro para Muslim, la tiene el Yamani, la sigue teniendo, quiere hacer una de más, la gran oportunidad y ahí está el Yamani y el segundo gol de Egipto que sorpresivamente le está ganando. أولا أهم حاجة فيه كان لاعب محترم جدا، وكان لاعب قوي جدا في ناحية اليسرى، وكان مدافع ومهاجم في نفس الوقت، يعني كان بيدافع ويهاجم. احمد ابو مسلم نفسنا يبقى موجود حتى في اي طقم التدريب بتوع النادي الاهلي. كان شخصيه وكان وينج ليفت جميل جميل جميل، ورجليه كانت حلوه جدا، وهو ما طولش في النادي الاهلي كتير قوي، انما بصماته كانت موجوده، وخصوصا ما كان مع كابتن شوقي غريب وعمل بصمات حلوه يعني. والله احمد ابو مسلم كان لعيبه اللي هي عمل بصمه حلوه قوي في النادي الاهلي، غير ان هو كان طالع التالت على العالم في منتخب الشباب وعمل بصمه حلوه مع اللعيبه، كان قدوه فعلا للعيبه، ويا ريت حتى ان النادي ممكن هو يستفيد بخبراته للجيل الجديد من لاعبين الكره. احب اقول له ان انت انسان محترم، وكل من خدم النادي الاهلي ولعب ولبس التيشيرت الاحمر وعنده ولاء للقلعه الحمراء، ده طبعا انسان محترم ونحترمه ونفتكره بكل خير طبعا يعني. احمد مسلم كان باك ليفت رهيب، ويعني هجوم ودفاع، وكان من الناس اللي في الاهلي يعني بنفتكره زي محمد عماره، بنفتكره زي سيد معوض والناس دي، عمرنا ما بننساه. انا بس احب اشوفه كتير، مش بشوفه في الميديا قوي الفترات دي، وهو ليه حضور كده في الميديا وبشرته السمراء دي وعنده قبول كده عند الناس، فاتمنى مثلا يشتغل في الميديا او يشتغل في التدريب، المهم ان احنا نشوفه يعني زي ما كنا بنشوفه زمان في الملاعب. ورجل الامان في دفاع الاهلي ابو مسلم وياخد فاول. كابتن احمد مسلم طبعا شخصيه محترمه جدا، كان بيلعب في الجيل بتاع محمد جوده وخالد بيبو، الجيل الكويس جدا 2000 تقريبا و2 و2003 2004 2001، واحترف بره وكان شخصيه محترمه جدا، ما فيش اختلاف على اي على اخلاقه خالص، راجل من ساعه ما لعب لحد دلوقتي تقريبا ما سمعناش اي حاجه وحشه عنه.